إبداعات السوريين في الداخل والخارج لا تتوقف رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، فنجاحاتهم ما تزال تبهر العالم سواء داخل سوريا وخارجها. ففي هذا السياق تمكنت مهندسة سورية من تحقيق نجاح غير مسبوق بعد ابتكارها مشروعاً في سوريا بات يدر ملايين الليرات، فما القصة؟ مهندسة زراعية تدعى فاتنة النمر قادها شغفها وطموحها إلى ابتكار مشروع خاص بها لتنجح في تحقيق حلمها وتحقق نجاحاً غير مسبوق في هذا المشروع. فالمهندسة السورية قررت أن يكون مشروعها مختلفاً تماماً عن المشروعات المنتشرة حولها، حيث فكرت في أن تزرع عجبة نادرة ليست موجودة في سوريا، واستقر بها الحال لزراعة عجبة الزعتر الخليلي، حيث جلبت منها كميات من الخارج ومن مصدر موثوق لضمان جودة العشبة التي سيتم إنتاجها في وقت لاحق. وعملت المهندسة السورية على تخصيص مساحة أرض تملكها عائلتها لهذا المشروع، حيث قامت بتجهيز الأرض والتربة بشكل يناسب زراعة هذا النوع من النباتات، كما أنها عملت على تسميدها عضوياً قبل زراعة تلك العشبة النادرة. وحول سبب اختيار تلك العشبة النادرة تحديداً، فقالت المهندسة لوسائل الإعلام إنها اختارت زراعة عشبة الزعتر لما تتميز به من مواصفات، فهي عشبة طبية معمرة وبإمكانها التأقلم مع البيئات الجافة والتغيرات المناخية الكبيرة التي تطرأ على الطقس في المنطقة. أما المشروع نفسه فيتميز بأنه مشروع مضمون النجاح، كما أنه لا يحتاج إلى عناية فائقة في مراحل المشروع الأولى بعد زراعة العشبة، كما أن زراعتها لا تحتاج إلى أدوات وتقنيات حديثة ومتطورة. وفي حالة فشل المشروع فإن النسبة ستكون قليلة جدا. وروت المهندسة السورية كواليس بداية المشروع ونجاحه، حيث قالت إنها عملت بجهد ونشاط في بداية المشروع، واهتمت بشكل خاص في ري وتعشيب الأرض والعناية بها بشكل كامل، الأمر الذي ساهم في نجاح المشروع وتحقيقه النتائج المرجوة على حد وصفها. واختارت المهندسة السورية اسم عطر الأرض لمشروعها، حيث تهدف في الفترة القادمة إلى نشر زراعة الأعشاب والنباتات العطرية والطبية. وتعتبر عشبة الزعتر الخليلي من أكثر الأعشاب التي تقاوم الأمراض والحشرات بنفسها دون الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية، حيث تحتاج فقط إلى السماد العضوي، كما أنها تتميز بأنها من الأعشاب ذات الإنتاجية الجيدة، حيث تبدأ غزارة الإنتاج من الموسم الثاني لزراعتها، إذ ينتج كل دونم واحد مزروع منها نحو 150 كيلوغرام من الأوراق الجافة.